البرنامج برعاية كريستال اندومي. أساسها قمح وخلطتها طبيعية وبهاراتها لذيذة وطبقها مشهي يفتح القابلية. اندومي عايش جوانا. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، اليوم راح نكون معكم وراح نقدم لكم وجبه كثير سهله وخفيفه وما بتاخذ وقت وكثير طيبه. راح تكون وجبتنا لهذا اليوم رز اوزي حلبي. الرز الاوزي الحلبي كثير سهل، راح يكون الرز مع الخضار مع العجين داخل الفرن. زيت الذرة كريستال بيقلل الكوليسترول وغني بالفيتامينات، وفي نفس الوقت زيت ذرة نقي هيميز طعم أكلك ويخليك تعملي الأكل اللي نفسك فيه. طول ما كريستال في البيت موجود التنازل مبدأ مرفوض. زيت ذرة كريستال بدون تنازل. أوزي حلبي. المقادير: 1 كيلو جرام رز كريستال، نصف كيلو لحم مفروم، 200 جرام بازيلا زائد جزر مقطع، 100 جرام مكسرات، 1 ملعقة سمنة الهانم، رشة قرفة مطحونة، رشة زنجبيل مطحون، نصف ملعقة بهار أسود، نصف ملعقة فلفل أبيض، 50 جرام زبيب، ملح حسب الرغبة، حبة بيض، علبة عجين شرائح سمبوسة. طريقة التحضير: في طنجرة التحضير نضع ملعقة سمنة الهانم، ثم نضيف اللحم المفروم ونحمص جيدا. بعد تغير لون اللحم والحصول على الاستواء المناسب نضيف المكسرات، نخفض درجة الحرارة، ثم نضيف البازيلا والجزر والزبيب. نضع الباقة العطرية، قرفة والزنجبيل والبهار الأسود والفلفل الأبيض. نصفي الرز من الماء ونسكب الرز فوق المزيج. نحرك جيدا ونغمر الرز بالماء الساخن. نخفض درجة حرارة ونتركه لمدة 15 دقيقة. بواسطة صحن غميق نفرش العجينة بشكل متصالب. نسكب المزيج الأرز الأوزي ونغلق الرقائق بواسطة البيض. ندهن صينية الفرن بسمنة الهانم، ثم ندهن صرر الأوزي بالسمنة بشكل خفيف ونرش فابريكا مطحونة. ندخل صينية التحضير إلى داخل الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة 3 دقائق. تقدم مع لبن العيران أو سلطة الخس مع اللبن والمخللات وصحتين وهنا. كريستال صحتك بالدنيا.